شنت القوات المسلحة الجنوبية أمس الأربعاء حملة عسكرية لتطهير وادي الخيالة في مديرية المحفظ بمحافظة أبين من فلول العناصر الإرهابية ضمن عمليات سهام الشرق. وشهد وادي الخيالة تقدما واسعا للقوات الجنوبية بهدف استكمال أعمال تطهير محيطه من تواجد أي بؤر إرهابية أو تمركز العناصر التكفيرية متطرفة. وتواصل الوحدات العسكرية الجنوبية أعمال تمشيط الوادي بعد ما نجحت في قتل وجرح عدد من العناصر الإرهابية والسيطرة على 90% من امتداد مساحة وادي الخيالة.